بس هذا مو حكي، المبلغ كتير كبير وما بيناسبنا أبداً. اسمعني، نحن شركة مستحضرات تجميل صغيرة ولساتنا ببدايتنا. طيب أنا ناطرة عرضكم الجديد لكان. تمام، شكراً كتير إلك. جان، شركات الموسيقى عم يطلبوا أرقام خيالية، أنت عندك معارف كتير، يمكن إذا حكيت مع شي حدا منهم ممكن نقدر ناخد سعر حلو. طيب ماشي. مظفر بيك، جيجي فيكن تروحوا لما تخلصوا شغلكن، أنا متوترة رح روح أتأمل هنيك. طيب أنا خلصت التقرير أصلاً، يلا جميل خلينا نروح. يا جميل شو عم تساوي؟ عم رطب بشرتي موزو. شو عملت بحالك يا جيجي؟ يا ربي دخيلك، هاي الكريمات بتعمل حساسية، هلا بيحمر وشك وبيطلع لك حب، أكيد رح ينتفخ وشك وتندم. لك ليش ما قلت هالحكي من قبل؟ يا ربي دخيلك، هلا بشهر ما رح يطيب الانتفاخ. شو صار انتفخ؟ حاسس وشي انتفخ. يا ربي والله شكله انتفخ. عن جد انتفخ؟ جاوبني. احكي يلا. ليش عم تطلع؟ لا لا مو منفوخ، ما فيه شي بنوب. كريمات ريهام مستحيل تعمل حساسيه، كنت عم امزح معك. ضحكت عليك. موزو انت عصبتني كثير. شبك يا رجل، عم نمزح معك، شو ما بتلقى مزح. موزو لا تحكي معي، خلص اسكت احسن ما اقتلك. ها مو معقول. زعل، رح شوفه. ريهام لا تقلقي، رح حل موضوع الكريم، لا تتضايقي ماشي. انا رح اتفاهم مع المحامي تبعه. عم حاول ما فكر بالموضوع. ايه ليلي شو رأيك بهالرسمة؟ ما كنت بعرف انك بتعرف ترسم. هواية. شو فكرتي مشان الشعار؟ شوف، هي القصة عن بحار وحورية بحر، يعني هن عايشين بعالمين مختلفين بس عم يدوروا على طريقة ليقدروا يعيشوا بعالم واحد، صح؟ مزبوط. وزبوننا هو نادي الأشرعة. تماما. لهيك رح نخلي شعارنا حب في بحار العجائب، شو رأيك؟ ياخد العقل. ايه بس إذا بتقدر خلي الحورية والبحار أقرب شوي، لأنه هي طلعت من المي مشانه، يعني هي عم تحاول تتنفس الهواء مشان هالزلمة، بقى خلينا نقربهم من بعض. بس هيك صاروا مثل الجيران. ايه رجعنا من الأول، بتضل تلف وتدور وبترجع لموضوع الجيران، بس يمكن موضوع الجيران ما بيزبط معك، يعني ما بظن تقدر تتعامل مع الموضوع لأنه أنت ما بتعرف ثقافة الحارات. يعني حتى ما بعرف إذا كنت بتعرف شو معنى المثل اللي بيقول الجار قبل الدار. ما بظن فيك تبني علاقاتك على أساس الجيرة. أنا شايف الموضوع كتير بسيط. إيه منشوف منشوف. ألو؟ مرحبا أختي، كان بدي أتصل فيكي، كيفك أنتي؟ نحن استقلنا. شو هالحكي؟ شو؟ كيف يعني؟ خبرني وين أنت، أنا جاي لعندك. طيب حبيبتي أنا جاي لعندك فورا. تمام. طيب جاري وينه؟ شو؟ جاري مين؟ ما حدا، أنسي الموضوع، أنا رايحة على الحارة. أوكي؟ شو معنى كلامك رح ضل هون لحالي؟ شو بدك من الزلمة يا بنت؟ يعني هو عن جد عم يتعامل معك كأنك جارته؟ معناها خلاص هو عن جد ما عاد يحبك. بس يا ترى كيف بيحب البنت تكون؟ شو دخلك؟ شو دخلنا نحنا؟ شو بيهمنا؟ نسخة الأجوبة تبع جان بجيبتك إذا كان عن جد ما بيهمك كبية. ما أنا بجيبتي، حطيتها بالشنطة. وعم تقولي إنه ما بيهمك شو بيحب جان بالبنت؟ ما هي مشان الشغل، لهيك أنا مهتمة فيها. خير، في مشكلة أختي؟ يعني بقدر ساعدك بشي؟ ما بعرف. ليك هاي الورقة فيها الصفات اللي بيحبها حبيب السابق بالبنت، يعني هو اللي كتب هي القائمة. ليك أنا رح أقرأ لك ياها أخي. قال المرأة المثالية بالنسبة إله هي المرأة الهادية اللي حكيها قليل وبتعطيه مساحته، مو معقولة، وتكون بتعرف تعمل بيض مسلوق وبتعرف تطلعه على الوقت ليطلع مستوي. لازم تلبس ثياب بسيطة وأنيقة بنفس الوقت، ولازم تكون واثقة بحالها لدرجة إنها تعزمني على الرقص مثلاً، وتكون بتلعب رياضة وبتتمرن كتير. مو معقولة ما؟ شو هالقائمة هاي؟ شايف؟ مو معقولة بنوب؟ أنا كان إلي سنة مو شايفته لأنه ضل بالبحر سنة، وهلأ طلعت بيوشي هاي القائمة وأنا ما عندي ولا صفة من اللي كاتبهم، مواصفاتي مو موجودة. معناها طنشي أختي. طنشو ما؟ معلوم. إيه مزبوط، معك حق، أساساً نحن هلأ جيران بس يعني
هو صاير بيعاملني مثل كأني جارته، وأساساً أنا ماني متوقع شي منه. قال كاتب إنه بده إياها ما تحكي كتير. معقول في حدا ما بيحكي كتير؟ شو هالحكي هاد؟ يعني بيضلوا يقولوا إنه نسوان بيحكوا كتير، وهذا الحكي مو مزبوط على فكرة. نحنا ما بنحكي كتير. أكيد. بس الرجال نقاين. والله يا ريهام كل شي صار فجأة حبيبتي. أنا رحت على المكتب وقدمت استقالتي ولميت أغراضي ومشيت. أي برافو عليكي أختي، أنا جنبك ورح أدعمك دائماً. بس ليش استعجلتي؟ شو سبب هالقرار؟ عندك خطط تانية حتى حملتي حالك ومشيتي؟ ملاقية شغل تاني مثلاً؟ رح نبلش أنا وأمير شغلنا بالموسيقى. عن جد عم تحكي؟ إيه بالموسيقى. شو حلو، هاد أحلى خبر سمعته اليوم. رح ترجعي تعزفي يعني مو هيك حبيبتي؟ إيه رح أرجع أختي. إيه حلو كتير. يا الله أنا متحمسة كتير ريهام، بس بنفس الوقت قلقانة وخايفة، ما بعرف إذا رح ننجح. لا تقلقي، أنتوا قوايا وفيكن تثبتوا حالكن. أنا بوثق فيكي أنت، بس وثقي بحالك. كنت بحاجة أني أحكي معك أختي، كلامك بيريحني. مبسوطة أختي. اطلعي متغير وشي عليكي؟ يعني شكلي شاحب مثلا، أو مثلا تيابي بشعي؟ لا بنهب، تاخدي العقل. طيب برأيك أنت لازم روح على السوق شي؟ ما لازم غير ستايلي؟ ليش عم تحكي هالحكي هلأ؟ ما عم أفهم عليك. والله ما بعرف، حاسة حالي ما بلفت نظر حدا بنوب، مثل بنت الجيران اللي ما حدا بيطلع فيها. عن جد هيك حاسة حالي. بنت الجيران؟ لك أختي أنت شو عم تحكي؟ أوف خلص ولا شي أختي، والله أنا متضايقة كتير. خلص انسي السيرة. كأنه الأزرق الغامق أحلى. ما عم نحكي بموضوع خاص. ما بعرف، أنا عندي فستان أزرق غامق، فيكي تستعيريه إذا بدك. بس تيابك ما بتلبق لي، ما بحبهم. إيه أختي بعرف إنه ستايلك غير وبتحبي اللبس الواسع، بس يعني شوفي بلكي عجبك. أنت بتحبي هذا اللون وكتير بيلبق لك، أصلاً أنت أي شي بتلبسي بيطلع بجنن عليكي. منشوف. عندي فستان مفتوح من عند الكتف كمان، شوفي إذا بيعجبك. يا حبيبي. يي شو عم تعملوا هون؟ ولا شي. شو يا جاري؟ سمعت الأخبار الجديدة؟ أيوة هلأ لحتى فهمت مين هو الجار. سمعت، وبظن أنك عم تفكري باللي عم فكر فيه. فهمونا أنتوا عن شو عم تحكوا؟ أولاً بدي بارك لكم على شغلكم الجديد، وتانياً نحن حابين نكون أول زباينكم. كيف يعني أخي؟ نحن صورنا إعلان كريم لريهام. إيه؟ وطبعاً الإعلام بده موسيقى، والحقيقة نحن مستعجلين وما معنا وقت، بقى فيكن تساعدونا ما؟ إيه فاجأتيني كتير بالموضوع. ما بعرف يعني المشكلة لسه ما عنا شي، لا معدات ولا استوديو، يعني بقصد ما لنا جاهزين لسه ما؟ لا تقلقي رح دبر كل شي، عندي رفقاتي بيساعدوني وبيعطونا معدات استوديو، رح أتواصل معهم. يا الله أمير مو مصدقة أنه عن جد رح نبلش شغل. إيه وهالشي بفضلكن، شكراً كتير. شاي، خلونا نشرب الشاي ونروح، لأنه دارين بعتت لي مسج، قال ساوت نتائج استبيان نادي الأشرعة وبدنا نجتمع. بدك نشرب شاي مع بعضنا؟ منشرب شاي ليش لا؟ ايه منشرب، طبعاً منشرب. شو إذا سمحت اثنين شاي؟ تشربي شاي ريهام؟ ليكن جاهزين؟ صحي، رح شوف بابا قبل ما أروح. صحتين. شكراً. يا الله ريهام، أنا ما كنت بدي خبرك، وعدت بابا أني ما خبرك، بس بصراحة أنا ما فيني خبي عليك. أنا وبابا كنا بالمستشفى مبارح، بابا صاير معه سكري والدكتور عمله نظام غذائي. كيف هو منيح هلا؟ منيح ما في شي لا تقلقي، بس ما في ياكل حلو لهيك عم يعصب كتير سكري. طيب ماشي رح أروح شوف بابا. بس لا تقلي له أنك عرفتي بالقصة. إيه أكيد رح تقله، إلا ما تزلق بشي كلمة. شو بدي أعمل؟ ما قدرت خبي الموضوع، كان لازم خبر. بابا؟ بنتي؟ بابا؟ انبسطت كتير بشوفتك حبيبتي. بابا حبيبي، انت منيح؟ ريهام، نورتي أهلين. يا ربي احنا رح ناخد استراحة تعبنا كتير لك. امشي. مو طبيعي بيطلعوا بكل مكان. كيف صحتك بابا؟ سمعت انك مريض، لو ما خبرتني اختي ما كنت عرفت. ليش ما خبرتني انت بابا؟ انت عندك شغل كتير بنتي، ما حبيت ازعجك، بكفيك اللي فيكي يعني، كمان اختك بتبالغ، عادي الكل بيصير معه سكري، حاش تحسسوني اني تعبان بلا ما اتعب عن جد، خلصنا انا منيح لا تقلقي. طيب سلامتك بابا. مرحبا، حبيت اطمن عليك واقول لك الحمد لله على السلامة. الحمد لله شكلك بخير. شكرا. إذا بتحب ساعدك بشي اتصل فيني وبكون عندك فوراً. شكراً لك.
أنا رح روح. دير بالك على حالك عمي. تمام، تسلم، شكرا لك، الله معك. قليلي بنتي، في شي مضايقك حبيبتي؟ كله تمام؟ حدا مضايقك بالمزرعة شي؟ قليلي. لا شو هالحكي؟ لا تقلق، أساسا ما عم يتركوني لحالي، عندي جيران. جيران كتير. ما بحس بالوحدة أبدا، مثل كأني بالحارة، في كتير جيران. منيح منيح منيح، كل اللي بيهمني أنك تكوني مبسوطة، أنا ما بدي شي تاني حبيبتي. الله يخلي لي إياك بابا. خبرني إذا صار معك شي، اتفقنا؟ اتفقنا. لازم روح هلأ لأنه عندي شغل، حاكيني ها؟ تمام، ايه وانتي حاكيني. ماشي بابا، اتفقنا. تمام. يلا بشوفك. يلا. بعدين باي، مع السلامة. شو اشتقت لحكياتك. الله معك حبيبتي. رح أتمرن شوي. المرأة المثالية بالنسبة لي بتلعب رياضة وبتتمرن كتير. ولي شو هاد؟ ما رح أقدر أرفعهم. شو عم تعملي ريهام؟ عفواً، عم ألعب رياضة. أنا الرياضة بالنسبة لي أسلوب حياة، عم أتمرن وأرفع أثقال كالعادة. شو قصدك بكالعادة؟ يعني قصدي أنه أنا بهي السنة، قصدي طول السنة، أنت ما كنت موجود طبعاً لهيك ما بتعرف، كانت هالسنة صعبة علي كتير، لهيك صرت ألعب. طيب تركيهم، هدول كتير تقال عليك، تركيهم. ليكي خدي هي جربي فيها، جربي رفعيها، لا تاخدي تنتين، واحدة بتكفي. طيب معلش، فيني أحملهم خفاف، أنا متعودة عليهم، فيني أحمل أتقل منهم. بس ريهام هيك في مشكلة، إذا عملتي هيك من دون وعي شو بصير؟ يمكن تأذي حالك يعني، وحتى يمكن نطلع لك عضلات وما يعجبك شكلك، ويمكن تتنفخ إيديك زيادة عن اللزوم. عم تفهمي علي؟ وراح يصير شكلهم بشع. إيه أنا كاتبة وعضلات الإيد مهمة كتير بالنسبة للكاتب. ليش يا حزرك؟ لأنه منمسك الإقلام كتير، والقلم هو السلاح الأقوى، لا تنسى هالشي. وكمان أنت لا تقلق علي أبداً، كله تمام. طيب جان، ريهام، فيكم تجوا لهون شوي؟ يا الله، ما بتخلوني أعرف أتمرن. لازم يكون الشاب جنتل كتير ولطيف ومحترم. المرأة المثالية برأيي هي المرأة الهادية والباردة. شكرا كتير إلك، بعده لحالي. طيب تفضلي. بما أنه أنتوا الاثنين قعدتوا، صار فيني خبركم بالتطورات مو هيك؟ الشركة خبرتني إنه هن حبوا التصميم اللي عملناه للإعلان وعجبهم الشعار كتير، وأنا صممت الرسومات، بظن هلأ لازم نحط الخطة مو؟ أوكي. كتير منيح. حكيت مع كم مجلة من المجلات اللي بعرفهم، وهي قائمة بأسمائهم، بدي منكم تقرأوها وتنقوا أحسن عرض منهم، وأنا بروح وبتفاوض معهم. طيب بعدين. بس نخلص، خلينا نعزم نادي الأشرع على الغداء مشان نحاول نكسب بقية إعلانات. ماشي اتفقنا. الشاب اللي بيعجبني لما يحس إني محتاجة شي بيعمله بدون ما أحكي. صح. وأنا مشي الحال، لقيت المحامي تبع رضا جوفال، طلع من المنطقة واسمه وائل. الحقيقة أنا متوقع مين الشخص اللي ورا هي الشكوى، بس خلينا نستنى ونشوف شو راح يتصرفوا. ما عم أفهم ليش عم يعملوا معنا هيك؟ نحن شركة مستحضرات تجميل صغيرة، شو بدهم منا؟ ما فهمت. ايه مزبوط، لساتنا صغار بس الربح عنا عالي كتير، وإذا عملنا خطة تسويق ناجحة رح يزيد البيع والربح. منيح أنك معي، قصدي إنكن معي. عن جد شكراً إلك دارين خانم. العفو. وجود شكراً إلك.
شكرا قلبي. جاري الغالي على قلبي. يعني انت على طول جنبي وبتدعمني جان. جاري منيح انكم موجودين معي. انا عملت عصير ليمون كتير طيب. عن جد؟ رح قوم جيبه وجيب كاسة على دقيقتين وبجي. انتبهي. عفوا. ما صار لي شي. انا شايفته مناسب، اذا موافق عليه لابعته. ايه منيح، بعثي منه نسخه. يلا وصل عصير الليمون. هذا المحامي، هو نفسه محامي جمال اللي حط ماركته على كريماتنا وصار يبيعهم. شوفوا على هالصدفه يا جماعه. جمال لكان؟ كيف ما خطر لي يكون ورا هالقصه؟ لا لا لحظه استني، هي المنطقه صغيره كتير، يعني يمكن المحامي يكون محامي لاكثر من شخص. لازم نطول بالنا. حكي دارين مزبوط، لازم نطول بالنا، لازم نقابل المحامي اول شيء. حتى بتعرفوا رح احكي مع المحامي فورا. انا رح اروح معك. المحامي طلع من مكتبه، كنت عم بحكي معه من شوي. اساسا الوقت تاخر، بكره بنروح سوا. ايه عن جد الوقت تاخر وانا عندي شغل لازم اعمله. ايه مرحبا. رايحة لعند ليلى ما؟ اي منروح سوا اذا بدك. اوكي اذا رايح لهنيك منروح سوا. تفضلي. يا الله تساعدني لأقدر ما اتطلع. قلتي شي؟ لا تتطلع، ما تتطلع فيني. إذا بتريد جان، الحقيقة كنت بدي أقول لك شي. كان بدي أشكرك كتير لأنك دعمت لأختي وآمنت بموهبتها وعطيتها شغل. ولو يا ريهام ولو. لا تتطلع يا أخي، خلص لا تتطلع. قلت شي؟ تعرفي يمكن لازم ما نتطلع ورانا بنوب، ما هيك؟ معك حق جاري، مزبوط. بعرف يا جارتي، كأنه في شوب كتير اليوم؟ ايه أنا رح أحترق. يا الله. قلت شي؟ ها؟ لا. أوكي. كنت عم نفخ. صوتك بشكل كتير حلو. على فكرة صوتك كتير حلو، مو هيك؟ ايه كتير حلو حبيبتي، أعطيني بوسة. كمان. وينن يا ترى؟ شو عاملين؟ ليكن شو هاد؟ غيروا ستايل لبسون مرة تانية. اسمع عمل حالك وكأنك ما انتبهت. ماشي لا تحسسون. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيكن حبيبتي ريهام. حبيبتي كيفك حبيبتي، شو أخبارك؟ كيفك جان؟ تمام ليلى. أهلين. طالعة كتير حلوة. شكرا سيري. يلا عودوا. ايه ايه شو في شي متغير؟ في شي ناقص؟ في شي زايد؟ ما حسيتوا بشي؟ ما لاحظتوا شي؟ ما لفت انتباهكم شي؟ فيني مثلا امير بنوب، يعني ما لاحظت اي تغيير. لاحظت انت امير؟ يعني تغيير شو قصدك؟ طيب انا مثلا لا ما لاحظت شي متغير فيني. انا مبينه مثل قبل، يعني مبينه مثل ما انا، مو شايفه اي تغيير. يعني حلوه مثل العاده اختي. والله وانا كمان مو شايف اي تغيير. مو هيك؟ ايه ايه بالمناسبه شو بتشربوا؟ شكلهم مشان هيك بيقولوا انه الحب اعمى. بنشرب مثلكم، انا رح اخذ مثلكم يعني. ايه وانا كمان كنوع من التغيير يعني. وين هاد فريد اللي بدنا نحاكي؟ دق لي تليفون من شوي، هو قريب باي لحظه رح يوصل. ليش ما اتصل فيني؟ ما بعرف، هو دق لي حكيت معه وقال لي انه على الطريق. فهمت عليكي، خليه يجي لنشوف. ها هي ليكو وصل فريد. مرحبا. مرحبا كيفك؟ تمام ليلى كيفك انت؟ اهلا وسهلا. مرحبا. تفضل.
أهلا وسهلا فريد بيك. أهلا فيك. مرحبا، اسمي فريد أصلان. تشرفنا، أنا جان ديفيد. تشرفت بمعرفتك. مرحبا. مرحبا، أنا ريهام، بكون أختها لليلى. تشرفت بمعرفتك. لحظة، ريهام أيدن؟ ريهام أيدن، الكاتبة ريهام أيدن؟ أنا ما عم صدق، قريت كتابك كله بقعدة وحدة. الحقيقة أنا من معجبينك. بتوقعي لي الكتاب إذا جبته المرة الجاية؟ طبعاً بوقع لك. بس معقول يكون في إختين موهوبتين بعيلة واحدة كتير مو؟ شكراً. يعني موهبة ليلى بالموسيقى ما بيعلي عليها طبعاً. شكراً مع أنه هي بتحب تخبي هاي الموهبة. فريد، رح بلش هلأ أنا وفريد بتعاوننا الموسيقي الأول. بتمنى أني أقدر أنجح بهذا المجال. أكيد رح ننجح بوجودك ليلى. شكراً، كلك ذوق. رح أطلع على المسرح أعزف بعد شوي، رح روح جهز حالي. تمام ماشي، يلا بشوفكم. مع السلامة، خذوا راحتكم. مع السلامة. شكرا لك. شكله فريد بيك بيوثق فيك كتير، ما هيك؟ ايه بلا، وبيدعمني كتير. طيب، كتابك ما بينقرا بقعدة واحدة، صعب يفهمه بهالسرعة. مبين انه فريد اصلا شخص ببالغ شوي وبيحب يضخم القصص. هذا رأيي فيه. يعني هلأ ما قلتوا لي مو مبين انه في شي متغير فيني؟ ما عم شوف اي تغيير. خبريني، ما فهمت شو نوع التغيير؟ شو متغير فيكي اختي؟ ما عم افهم، ماني شايف شي. شوفي جلد. ايه هي شنطة مميزة، لاحظتها بعد ما حكيتي، عن جد كتير حلوة. شو شعرك كأنك عملتيه ويفي؟ ايه بس هو عطول ويفي. ولا بتعرفي كأنه متغير شوي، معك حق. مو معقول. تمام. انصدمت بالتغيير وما عرفت تعبي. عن جد هالمكان بياخد العقل. عن جد أنا كتير مبسوطة بهالقعدة هون، إلي زمان ما طلعت هيك طلعة. يمكن لهيك مبسوطة، الظاهر اني تعودت. يعني تعودت من السفر. بتعرف سافرت لكتير بلدان باخر فتره، شفت كتير مدن ورحت لكتير اماكن، بس ما لقيت مثل هالشراب بولا بلد رحت له، بجنن. تسمحي لي ذوق منه اذا ما عندك مشكله؟ طبعا. كأنه خفيف، بس بظن أنه يضايقك إذا شربتي بسرعة. طعمته غريبة شوي، بس طيب كتير. معك حق، تفضلي خدي على كله. يعني غريبة شوي. والله طعمته عصير كرز. يعني مو معقول بنوب، عن جد بجنن أختي. ليك جان، أنا ما عم أضحك لأني شربانة بنوب، عم أضحك لأني مبسوطة وحابة أضحك. أنا ما حكيت شيء، إذا لاحظتي لهيك ما في داعي تبرري بنوب. ليلى. يا سلام. مساء الخير يا جماعة. فرات بيك. مين هاد فرات؟ فريد. الحقيقة أنا حابب أني أتشكركم على وجودكم معنا بهي الليلة الحلوة. وهلأ اسمحوا لي أني أقدم لكم حدا غالي كتير علي على المسرح، لأني حابه يغني وتسمعوا صوته. بدي تسفقوا كلياتكم لليلى أيدن. فريد. يلا ليلى. يلا يلا. شو جنيت؟ يلا لا لا فريد، ما بتأثر. يلا حبيبتي قومي. كيف بدي غني معقول أنت؟ شو هالموقف المحرج؟ يا الله. برافو. تفضلي. يا الله. مساء الخير. شكرا لك. برافو. مرحبا. إذا بتريد رح غني غنية ثلاث المسروحي المجروحة. تمام، أنت مشي معي. أوكي أوكي. حنبدأ. دايما بني ضم يصر كل ما دايما I'm
المرة الجاية يطلعوا غنوا سوا. شو عم تقول انت؟ اختي صوتك على الميكروفون طلع بياخد العقل. عن جد؟ ايه كنتي بتجنني والله، برافو عليك يا ليلى. ايه يا روحي بتجنني. عن جد شكرا. شكرا. عن اذنكم. شو في امير؟ تعي حبيبتي. شو؟ يا عمري. صوتك بجنة. يا روحي انت. كتير حلو نشوف الشركاء بالشغل او بالحياة عم يرقصوا مع بعض. ما مالك؟ كأنك شربتيها بسرعة شوي، مو هيك؟ بسرعة؟ أنا من يوم يومي متسرعة. أصلاً أنا تغيرت كتير، صرت أسرع من قبل حتى، صرت سريعة بكل شيء. المرأة المثالية بنظري هي اللي عندها ثقة كبيرة بحالها لدرجة تعزمني على الرأس. شو رأيك نرقص؟ يلا بعرف إنك حابب ترقص. في شي مو طبيعي. أنا دايخة شوي، يمكن من الجو ومن هاي الإضاءة اللي حوالينا، لهيك حاسة إني دايخة شوي، وكمان لأني لعبت رياضة ورفعت أثقال اليوم، لهيك حاسة راسي تقلان. بقى عم قول إذا ما بتتضايق خليني أركي راسي على صدرك، يعني بلكي بتخف هالدوخة شوي وبرتاح. أوكي. أنا وصغيرة كنت ضل دور هيك بتختي لحتى أتعب وأغفى. طيب لكن رح أمسك إيدك لتحسي إني جنبك وترتاحي وتخف الدوخة شوي. رح أمسكها بظن هيك أريح لك. تعرف لو خطرت لي هالفكرة كنت قلت لك ياها، لأنه عن جد بتريح. تمام يا جاري. تمام. والله يا ريهام شكلك بحياتك ما رح تقدري تكوني هادية. شو؟ انت حلو كتير، يعني ما فيني اوصف لك قديش حلو. انت بتاخد العقل، انت جارب ياخد العقل عن جد، ما في جارب جمالك. وانا بحياتي كلها ما شفت جارة احلى او اظرف منك. مو موجود. لا تجاملني اكتر مشان ما صدق. ايدي وجعوني هيك.
يلا حبيبتي. يلا. ريهام؟ نحن عم نحكي بموضوع. شوفي أخي. بس لحظة. يلا خلصت الموسيقى وانتو لساتكن عم ترقصوا. خلصت الموسيقى والله. وشكلهم بدهم يسكروا كمان. عم يضبطوا. يلا بقى خلونا نروح. المكان حلو لازم نرجع نجي. ايه لازم نصير نعمل هيك طلعات مزبوط. انا كتير انبسطت اليوم. ايه والله انبسطنا لازم نصير نطلع مزبوط. ايه منطلع. يلا. يلا خلونا نمشي ليك شنطتك رح احمل لك اياها. يلا. تعي. فيني اتمسك فيه؟ دفعت حبيبي مو؟ ايه طبعا. إيه حبيبتي دفعتك. كلي هي. المكان بجنن. المكان بياخد لعقل كتير حبيته. هلا بدي اسالك سؤال، فريد ما حاول يتقرب منك لما كان يدربك ما؟ هي قالت لك انه هو رفيق طفولتنا بس انا ما بعرفه ابدا. رفيق طفولتك يعني يمكن كان يحاول يتقرب منك وانت صغار او معجب فيكي ما؟ ايه شو هالحكي امير يعني معقول انت؟ ما رح اجاوبك مشان ما تغار علي اكثر. عن جد؟ الرجل المثالي بنظري عادي انه يعطيني جاكيته لما حس بالبرد. بعدين انا امتى قلت لك انه هو رفيق طفولتنا؟ أنا قلت لك إنه كان يدربني. ريهام مو عارفانة شو عم تحكي. رح ناخد تاكسي من هون. والسيارة؟ يعني برأيي بلا ما نسوق هلأ لأنه تعبنا كتير. بكرة بجي وباخدها. ما رح تجوا معنا؟ تعالوا وبترجعوا بكرة. ليش تروح وترجع مرتين؟ أصلاً بابا بالمزرعة. لا لا شكراً ليلى. طبعاً ريهام إذا حابة تروح فيها تروح. ليلى معها حق أخي. البيت فاضي ورح يطلع الصبح بعد كم ساعة أصلاً. امشوا. إيه منروح. يلا امشوا. ما عم يجيني نوم أبداً. تفضل. ريهام. نعم. أنا رح روح. شو ليش شو صار؟ يعني أنا أساساً ماني متعود نام على صوفاي وأصلاً صار لي كم يوم ما عم بقدر نام بالمرة. ماني مرتاح لهيك خلص رح روح. إيه. بس انت تعبان يعني وبدلت تيابك كمان والوقت صار متأخر كتير. إذا بدك فيك تنام هون يعني ممكن ترتاح أكتر. أوكي. رح حط شي بيناتنا يا جاري مشان ما أزعجك. نام هون؟ فوت لجوا. طيب. فاجأتني وافقت فورا ما توقعت. فوت لجوا. ماشي. خليني حط هاد الحرام هون. شو عم تحط حدود بيناتنا؟ إذا مضايقك بطلع بنام على الصوفاي. لا حطيته مشان ترتاح. طيب. إيه رح حطه هون أحسن هيك. أنت مرتاح؟ كتير مرتاح. شكراً. وأنتي؟ مرتاحة كتير. ممتاز. تصبح على خير جارتي. شكراً لك جاري وأنت من أهله.
اخ منك ريهام، من لما اجى جان وانا ما عم قادر ركز حتى فطور مثل العالم ما عم قادر ساوي. ليش هيك عم يصير معي يا ربي؟ ليش؟ شو خطر على بالك تعملي بيض من عند الصبح؟ طبعا لانه جان كان حاكي عنه بالقائمه، والمره المثاليه بتعرف تعمل بيض بالنسبه له. لا شو دخل هي بهي، انا اجى على بالي اعمل بيض. اساسا انا من زمان ما اكلت بيض مسلوق، وهلا حسيت جاي على بالي فقلت بجرب، بس ما عم يزبط معي بالمره. لانه بتتوتري بوجوده. اقري الوصفه منيح، حركي المي اول شيء بعدين اكسري البيضه. اخ منك ريهام، لازم تحركي المي بالاول. طبعا المي، كيف نسيتي هالشي؟ معقوله انتي؟ مزبوط، طبعا اهم شي تحركي المي. ايوه مزبوط، ايها عليك وبلشوا يزبطوا. برافو عليكي يا ريهام، انتي ذكيه ذكيه كثير، برافو عليكي عن جد. لك برافو، اخيرا نفعتني بشي يا صوتي الداخلي. لك بحبك بحبك كثير. ما عم أحكي معك. مع مين لك؟ مع صوتي الداخلي. مبين علاقتكم منيحة. ايه كتير منيحة. ايه منيح كتير الحمد لله. شو عم تعملي؟ ما عم أعمل شي، شوية بيض مسلوق. بظن أنك بتحبه ما هيك؟ مسلوق بلا قشر؟ ما بعرف يعني، عادي مو كتير الحقيقة. صراحة أنا بفضل البيض المقلي بالزبدة مع شوية فلفل على وشه، بحسه أطيب يعني، بس باكل بيض مسلوق ما بتفرق معي يعني. عم تساوي هيك قصداً؟ بسيطة مو مشكلة. إذا كنت ما بتحب البيض المسلوق ليش؟ لا خلص انسى، ما في شي. صباح الخير. شو صباح كل هاد خير. يعطيك العافية أختي، أنت عاملة كل هاد عن جد، يسلموا إيديكي. بهذا اليوم وبهالمكان بهالحارة في حفلة بيض مسلوق؟ لا عن جد؟ ليش بيزبط هيك البيض؟ يعني عادي بيض مسلوق، بتكسر البيض بالمي وبتغليه مثل الشوربة أخي، وفيك تحط لبن وفلفل فوقن إذا بدك وشوية فليف لحده، أكلة بسيطة. كيف يعني؟ إذا قلت لي ما بتعرف إنه بيتاكل هيك عن جد رح أجن. إيه بس ما بتعرفه عن جد؟ لا ما حصل لي الشرف. وإذا أمير جرب شو رح تخسر؟ يمكن تحبه. عود أنا بأكل أختي، حطي طيب لي. طيب يلا أنتوا عدوا ارتاحوا، خمس دقايق وبيخلص. إيه ماشي، حطي لي أختي على السريع، حابة إني جرب وبدي أكل بسرعة وروح عم يستنوني بالاستديو. طيب لكن معناها بوصلك، بستناكي وبسلم على فريد. أي طيب ماشي. بدك مساعدة بشيري ها؟ لا لا يسلموا إيديك، ما بدي شي بنوب، شكرا. مثل ما عم أعمل بيض مسلوق ما بده مساعدة. شو كيميا؟